سيداتي أنسات ساداتي، بنرحب بكم في حلقة جديدة من دوري النجوم. مش هطول عليكم عشان اللاعبين المشتركين في هذا السباق، سباق السرعة، سباق السباحة الحرة، هو فريقين اللي موجودين في المية دلوقتي، وهنشوف مين أسرع سباح في دوري النجوم المرة دي. أول ما تنطلق الصفارة على حضرات السباحات والسباحين إنهم يشدوا حيلهم. بعد دقيقتين وبعد ما تسمعوا الغنوة دي من غير ما تشوفوها، السادة المشاهدين بس هم اللي هيشوفوها، نلتقي إن شاء الله تكونوا غيرتوا هدومكم ووحدتوا صفوفكم. ورجعنا دلوقتي للاستوديو وهنبدأ فورا بعد ما سمعوا الغنوة نسألهم محمد فوزي غناها لمين؟ لماري كويني. صح، لماري كويني، مظبوط. لك هنا أيوة. نقطة شفت. بمناسبة محمد فوزي طبعا ده حبيب قلبي الله يرحمه، وتعالوا نقول له حاجة كده. يلا يلا نقول. تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داريبي وانا بشكي لك منك، انا بشكي لك منك يا حبيبي. حلو حلو. على مهلك سوق. دلوقتي فريق النور مين بيغنيها اصلا لمين؟ شادية كمال الشناوي. مظبوط. طب مين يعمل شادية ومين يعمل كمال الشناوي دلوقتي؟ انا اقول لحضرتك، انا كمال الشناوي ونعم شادية. يلا اتفضل. طب ما تعكسه، مش هيك كمال الشناوي بيسوق ما قالش حاجه في الاغنيه خالص. على مهلك سوق بكره الدنيا تروق، سوق على مهلك سوق بكره الدنيا تروق، سوق قال برضه في الغنى هو كمان شنوي قال على مهلك سوق بكره الورد اللي زرعنا يكبر طول ما احنا بنروي. صح، مش قال كده بالظبط بس غناها احلى شويه، ما كانش بالظبط قوي. لذلك كان حد يعني مغني يعني لا هو فعلا جداً. هو شخصيا انا عايز اقول بقى المعلومه دي بصراحه بقى للحق يقال، والله استاذ كمال، الاستاذ كمال الشناوي صوته خطير. فريق النجوم يقدر يقول لي مين مخرج معبود الجماهير؟ اسمه حلم رفعت. الله يرحمه. مظبوط. لكم هنا نقطة. عندنا دلوقتي يا نور سؤال في الفنون، والسؤال بيقول من هو مخرج فيلم أبو حلموس؟ أبو حلموس أكيد توبو مزرعي. لا 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 طيب لا 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 مش توبو مزرعي، نيازي مصطفى. نيازي؟ لا 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 لسه ما جاوبناش، لسه ما جاوبناش. أنا استلتة هتبقى تفتة، هنقول خيرها بغيرها. أبو حلموس؟ تعالي كبير حلموس. أو حلموس يمكن هو. لا حلموس نفسه. حلموس نفسه. محمود ذو الفقار. لا لا لا. لا محمد. لا هو زي ما بنقول خيرها في غيرها. أحمد حاجة هو أنا فاكر. إبراهيم. حلم. إبراهيم. السؤال دلوقتي الفريق النجوم في الجغرافيا، وهي جغرافيا سياسية. أنا شاطرة في التاريخ. منظمة الدول الأمريكية. حد يقدر يقول لي منظمة. أين تأسست؟ الدول الأمريكية. الأمريكية أكيد يا أستاذ السؤال ده. الدول الأمريكية دي أظن في أثيوبيا، أمريكا اللاتينية. لا هي مجموعة الدول الأمريكية كلها. لا غير الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعرف السنة متهيألي كانت في الأربعينات في التحديد في 1948. مظبوط. وكانت في بوغوتو عاصمة بوغوتو. دي بوغوتو كولومبيا. كولومبيا مظبوط. استاذ كبير خيرها في غيرها.
ليه ما احنا قلنا صح اهو قلت 40 وقلت 48 احنا برضو تفرق لسه كتير 8 سنين لا احنا كنا محددين يا استاذ 8 سنين يا مدام سهير لا اله الا الله يعني هي فرقت 8 سنين في عمر الشعوب السنين على فكره ملهاش 8 سنين دي ولا حاجه اشمعنى لما حد يقول لك مولود امتى تقول في الاربعينات سؤال دلوقتي للنور سؤال في التاريخ والجغرافيا فبنبدا الاول بالجغرافيا وبنقول منظمه الوحده الافريقيه متى تأسست وأين مقرها؟ في أديس أبابا. أديس أبابا مزبوط. مقر. أثيوبيا أو الحبشة. حبشة. معانا نص. أثيوبيا. أثيوبيا. متى تأسست؟ سنة بقى. سنة. نقولها صح. نحاول. لا هو طبعاً في. في حاجة ستين مزبوط يا محمد. سنة زعيم راح الجمال عبد الناصر. 63. سنة 63 مزبوط. لكم هنا. سنتين بالضبط. وفاكر كويس جدا. ما هم يزرعوا الروح الأفريقية بمناسبة عيد بلادك النجوم لو سمحتم متى حصلت سوريا على استقلالها لا إله إلا الله عملنا معها وحدة برضو في نهاية الأربعينات متهيئة أيوة بلاش التحديد بقى علشان عايزين رقم 46 مضبوط في نفس العام اللي حصلت فيه لبنان على سيادتها أيضا السؤال لفريق النور بيقول متى تم استقلال البحرين وقطر يعني كل واحده لوحدها ولا لا هم في نفس السنه اما الاستعمار مش انت بالتحديد يا سنه السبعينات السبعينات 74 لا فرق الثلاث سنين سنه 71 خيرها في السبعينات من قائل هذه الابيات وهنا اظن سهير مرشدي بتبقى شاطره في اللغه العربيه الفصحى الهمني الصواب يا رب انت نبعي وايكتي وظلالي وخميلي وجدولي المتسللي يا سلام انت عارفني تاني معنا محمود مش كده محمود حسن محمود اسماعيل حودة محمود حسن اسماعيل محمود حسن اسماعيل مظبوط لكم هنا قول قول هي اللي قال هي اللي هو اللي قال لي من قائل هذا البيت يا نور تتغنى كأنها لا تغني من سكون الأوصال وهي تجيده ابن الرومي مظبوط ومن قصيدة المغنية بالتحديد واحنا عندنا اثنين مغنيين رسمي واثنين مغنيين هو ومايستر وانا مرسي انتساب ده غير الجماعة اللي واقفين على الخط وبيحيوكم دلوقتي بالأوضة ده على الأكثر تقدروا تقولوا لي مين مؤلف كتاب القانون طبعا مين ابن سينا ابن سينا مش كده العرب قولها انت يا كابتن ابن سينا ايوه ابن سينا مظبوط والكتاب ده لو انه اسمه القانون ولكن كان في علم الطب ايوه سؤال في العلوم لفريق النور بيقول من هو اول من ابتكر خيوط الجراحه خيوط الجراحه ده اسمه يعني هو صاحب اكبر موسوعه عربيه بالتحديد اسمها الحاوي الرازي مظبوط ابو بكر الرازي نعم تمام لكم يا واد يا رازي انت ودلوقتي نسمع ونشوف من فريق النجوم الاداء العالمي نبتدي بلبلبه طبعا مشهد تقليدي اذا سمحت انا بقول يعني هجرب دلوقتي اقلد مدحت صالح هو مش موجود معانا مش مشترك السنه دي لانه ملخوم ومعانا في فوازير رمضان طيب هتقابليه في استوديو بتاع حاجة كده بتعيش بتعمل معايشة يعني لازم ها رفضك يا زماني يا مكاني يا زماني انا عايز اعيش في كوكب تاني في عالم تاني في للسقف ايه اللي هطبق ده لا المعايشة انكسر ولا يوم غلبني الريح
ولا حد غيرك قدر مرة يفوتني جريح، ولا كنت يوم بنكسر ولا يوم غلبني الريح، ولا حد غيرك قدر مرة يفوتني جريح. البحر في عروقي والبحر ده مقدور، بس الحجر فوقي لسه الرحال بتدور. هصرخ بصوت عالي عيني يا موال، أصرخ بصوت عالي عيني يا موالي، بتخبي ايه يا زمن خليك معايا صريح، بتخبي ايه يا زمن خليك معايا صريح. باقي من الزمن نص دقيقة قبل ما ننتقل للفريق الآخر. تفضلي، ده احنا هنطلبه منك انك تغني. لا ده انا عايزة هشام بيقلد يوسف وهبي بشكل ما اسمح لنا. أرجوك. ده ما حصلش والله. انت قلت شوير كده والنبي لنت ده ليك انت بس. لا اله الا الله. طب قولها ليا كده وانا شهير لحن لم يتم. شفت الحلاوة. طب وكابتن حمادة النهاردة تعبناه في الملعب، فيبقى ما فيش غير سهير مرشدي اللي هتقدم الفقره. صح. اللي باقي اهو ده الكلام. يا ريت تقلدي الاستاذ كرم. علشان اللبلبه ما تزعلش. اه فانا ساعات لما احب حد قوي اقلده. فطبعا كرم ما اعرفش اقلده لانه يظهر بحبه قوي قوي. اه طيب اوكي. او هقلده في حاجه هتبقى خاصه جدا، بس هو مش يعني مش حاضر في ذهني. إنما في الأستاذ حسن البارودي الله يرحمه. كان من الحاجات اللي أحب أوي أسمعها وهو بيقول إيه، والله العظيم يا ولد يا محمد إن الحكاية دي حلوة أوي، قولها تاني. مثلا. أو برضو مدام سناء جميلة أحب أقلدها جدا، وخصوصا لما نكون قاعدين مع بعض وقاعده تبقى في ذهني، فصحى تاني يوم اتكلم سناء جميل بالظبط. بس هي مش قاعده معانا عشان اتكلم. ايه ده معقوله حنان بنتك تكتب شعر؟ لا طبعا صوتي مش مساعدني، بس يعني انا عملت كده علشان انت ما تزعليش، واقول لك ان ده فعلا بيسعد قوي زمايلنا انهم يشوفوا نفسهم من خلالنا يعني. والان جاء دور الغناء والاداء يا فريق النور، هتقدموا لنا ايه؟ يا رايحين الغوريه هاتوا الحبيبي هديه، ترى يا رايحين الغوريه هاتوا الحبيبي هدية، يا رايحين يا رايحين يا رايحين الغورية، يا رايحين الغورية ترنات الحبيبي هدية، يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية. يا رايحين يا رايحين يا رايحين الغورية. يا سلام يا سلام. خلينا احنا اللي غنينا. لا عليك نور، باعتبارك في فريق النور. ايوه فريق النور. ايوه فريق النور. ايوه عليك نور عليك نور. بس النتيجة عندنا لا ماشي كويس. يلا يلا هتغنوا معايا برضه. هتغني اه تحلو تم 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 تحلو معاك وحياتي تجمل البيضاء، أوقات بتحلو تحلو معاك وحياتي بتجمل برضاك، ويا روحي ساعة ما لقاك يا روحي
حتى دي العيشة والناس والجو والله تستاهل يا قلبي ليه تمير ما كنت خالي انت اسباب كل كربي انت اسباب ما جرالي ايه بقى اللي حيواسيني بعد ما انهدت امالي يا سلام اذا كان حظي نسيني من اروح له اشكي له حالي برافو يا سلام يا سلام يا سلام خالد الذكر يا سلام يا سلام مين التالي احمد راتب احمد راتب راتب لا ما احنا ماشيين كده الميه ما تفوتش على عشوائي ماشيين كده طب واحد منكم واحد منكم ماشيين كده ماشيين كده ماشيين ازاي كده ماشيين كده حبيبي اللي بحبه ما شفت زيه حد عينيه حنان وقلبه بستان امان وورد غالي وطول عمره غالي ومقامه في قلبي عالي خلاني عشت جنبه احلى واجمل ليالي وليله ليله بعد ليله بالحب بقينا عيله وليله ليله بعد ليله بالحب بقينا عيله ده انا عشت معاه في قصه ولا الف ليله ليله وليله الله الله يا سلام زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة حرام تنسوني بالمرة يا سلام عندكم أنا قبل ما ننتقل لإذاعة خارجية نسمع نعمة وهي بتقدم غنوة من المغرب يا ريت من المغرب يا ريت يلا ولو انها بعد المغرب يعني المغرب يا العشاء وعدني وعدني يرجع وعدني يرجع قال لي لازم يعود لازم يعود ترارا قال لي لازم يعود وعدني 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 يرجع وعدني يرجع قال لي لازم يعود لازم يعود ترارا قال لي لازم يعود وعدني ولا بقى العمر لابد يفاوي جود ولا بقى العمر لابد يفاوي جود ولا بقى العمر قولوا معايا يعني ايه قول ايه يعني يبقى العمر يعني ولو لبقى العمر العمر يعني لبقى العمر لابد يفاوي جود ولبقى العمر لابد يفاوي جود ولبقى العمر لابد ولبقى العمر سيداتي أنسات ساداتي من حمام سباحة نادي جزيرة بنكمل أو بننهي حلقة النهاردة والمتسابقين زي ما حضراتكم شايفين حواليا وجاهزين ومعاهم السنانير اللي هيصطادوا بيها السمك اللي في حمام السباحة بس قبل ما نبدأ وما تحاوليش من فضلك يا لبلبة تبصي السؤال موجه لفريق النجوم وبيقول وانتم بس اتنين المرة دي لأن الباقي بيظهر بياخد دوش النجوم اسرع سباح في دوره سول كان مين لا ده معروف طبعا ده خد 4 ميداليات قبل كده واظن بيوندي 5 وانت بيوندي الامريكاني صح ماتيوس بيوندي مظبوط لكم هنا نقطه
السؤال هيوجه دلوقتي في الرياضة لفريق النور، والسؤال بيقول وعندكم اتنين احتياطي واتنين اساسي، فيعني الفرصة اكبر عندكم النهاردة. مين اسرع سباحة في دورة سول؟ سباحة جانيت ايفنز. جانيت ايفنز مظبوط، وكانت عندها 17 سنة في ذلك الوقت، ورقمها 10 ثواني و6، ورقم بيوندي 22.14 ثانية. عندنا دلوقتي سؤال لفريق النجوم، والسؤال بيقول ايه الرقم اللي اذا ضرب في الرقم الذي يليه كان حاصل الضرب يساوي ناتج جمع الرقمين زائد 19؟ فهمت حاجة؟ تاني يا طارق. كمان مرة. رقم اذا ضرب في الرقم الذي يليه، يعني 1 و2 مثلا، وهما من 1 ل10 الحكاية كلها، حاصل الضرب يساوي ناتج جمع الاثنين مع بعض زائد 19. 5 في 4؟ لا، فرق بونت هي 5 و6. 5 و6 11 زائد 19 يديني الرقم. قريبه يعني، قريبه بس خيرها في غيرها. طيب ماشي. نشوف مع الفريق الاخر، فريق النور، السؤال بيقول ايه الرقم اللي اذا ضرب في الرقم الذي يليه كان حاصل ضربهما يساوي ناتج جمعهما زائد 11؟ ايه 4 و5. 4 و5 مظبوط. طب نشرحها من فضلك للساده المشاهدين. 4 في 5 ب20، و4 زائد 5 يبقى 9 زائد 11 يبقى 20. مظبوط يا كابتن صفوت، ومبروك يا فريق النور. دلوقتي هنبدا المباراه الترفيهيه وننهي الحلقه، واذا سمحتم نستعد عشان هنبدا حالا. أول واحدة إيه؟ إيه؟ أول واحدة إيه؟ إزاي؟ حماد؟ خلاص أنا جبت لك أول واحدة. اللي فاز النهاردة في المباراة هو فريق النجوم. نلتقي بكرة إن شاء الله ونكمل الدوري مع أجمل منى وأرقة حياتي.